سيداتي سادتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج ريحة الدوار. ريحة الدوار اليوم كيحط الرحال ديالو بموسم بوعبيد الشرقي. كيهزوني هوالي، يهزوني هوالي من اللي نركب، ويبانوا لي هالميعاد سبع قرب، نتحير ونكشكش وسط الركب، هذا فوق عود ولاخر راكب، هذا يحيد اسمع بيدة ترمى ويجدب، ولاخر يزور ويصلي ركعات ويطلب، تكتر الصابة ونجمعوا الحب، خيام منصوبة على كل الوان، وزرابي مرقومة تخلي العقل حيران، منظر جميل تقول بريشة فنان، موسم بوعبيد الشرقي منه مكان فيه يرتاح العقل وتزول الحزان، من كل جهات قصدوا قومان، هالكلمة والميعاد السماع لو الشكران، موسم بوعبيد موسم مشهور في جميع المحافل هو مذكور، تجي قبائل وناس من شق البحور، براكته تشافي كل من هو مضرور، إلى زار سيدي صالح مول النخلة والصور، وكمل بلا لم السعد والغزواني بوشاقور، ربي يعلي شانه ويعيش مستور، موسم كبير سبحانك يا جليل، اللي زار ويعطيك شحال من دليل، فرسان تبورد نهار وليل، طلقة مقادة والخرطة فوق الخيل، كل شي على بال والنداه يقعد الميل، صربة تقول ميم وما منهاش تنين، اللعب متاوي والطلقة على الطين، ولاد عياد حاضرين مع الجريات وحمرين، اللي يستاهلوا التبراح أيت به والرمامين، الرواشد والسوال عن تبوريد أبطال، ولاد يوسف الكتف على الكتف ديما على هاد الحال، بني بتاو حتى هما جاوا بالهدية والطبال، ولاد قواوش الخصام ما فيهم ما يتقال، اللي بغى زيارته مقبولة يختمها بسبع رجال، لو كان تحضر يوم الطور والتعرقيبة، تشوف العجب وتجيك الهيبة، الناس جايين من كل بلاد هذه الكسيبة، الجديب والتحميد مناظير عجيبة، وكل من هو لباسه حمر غريبته غريبة، هذا كلام معقول كلام مزيان، كلام عبد المجيد البهلول من الشقران. علاش عندهم ديال الخيل؟ ديال الخيل ايه، كان فيهم الدهم، اي الدهم كان فيهم البرقي، البرقي وكاين فيهم الازرق، والازرق وكاين فيهم اللي هو شو واحد القاري، ما كاينش كاين الازرق. ايوا كيفاش العود القاري؟ ما كاينش. لا العود بغا يقرا هو حكمل ولا كاين قاري؟ لا العود ما كاينش. لا ماشي قاري، منين تم غادي عندك تيوقف قدام عود الله ويحبس قاريش؟ التدريبه هذيك، هذيك التدريب هي قاري. ايوا قاري سوارو، هذا قاري سوارو مدرب. قلنا الوليد كاين الدهم والبرقي والزرق، والزرق الزرق زيد جر الواد، جر الواد عندكم ايه كاين زيد كاين، وشي واحد تيكون مريل حتى هو يكون مذوق مريل فيه حط الريال نقطه بنقطه، نقطه بيضاء نقطه زرقاء. وانت شمن عود عندك؟ انا عدي البرقي وعدي الزرق، البرقي واحد زرق والزرق. نهار الاول اللي ركبتي من بعد كنتي صغير؟ ايه. نعم ركبتي، ركبت عند الناس اللي حسبت لك كلهم ناس كبار، كل شيء ركبتي معهم، كل شيء مشى عند الله، كل شيء مشى عند الله، غيتي عا وحدك انت؟ لا بقاو هاد الناس باقي نحيي اللي حسبت لك الان، كاينين شي وحدين اي كاينين كلهم باقي نحيي. وهاد المحرك اللي قدامنا دابا هو اللي ركبتي فيه هذيك الساعه ولا تبدد؟ اي ركبت فيه، هذا هو اللي بعث نجور بوعبيد الشرقي تركبوا فيه. لا هذا المايض اللي كان فيه الموسم هو اللي كان فيه هذيك الساعه، هو اللي كان عمره ما تبدل. كاينين اخرين ثاني تيتبدلوا، كاينين اخرين كانوا فيه مجدودنا وعاود ملي حيدنا منهم ثاني جينا لهذا، قلنا هو مرسم هنا ديما، عايد يجي الياجور ويحاولوا. علاش يجي الياجور؟ السكنه زين. ايوا السكنه راه البني، البني 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 هذاك راه فينا هو يلاه خلق جديد. هذه الناس زعما وقت ما جا البني كيحاولوا يزيدوا البني. زاد البني هنا راه ثاني الارض كاينه، يزيدوا معاها الخيالة ويلعبوا مع راسهم. شكون القبيله الوليد اللي كيجيو لهذا الموسم؟ ايوا تجي السمعله كلها، تجي السمعله. شحال فيها من فخده؟ ايوا الفخده راه بلا عدد. قول لنا الدواور. الدواور كاينين سيدي، كاينين ولاد ديك دوار، ولاد ديك دوار، سيالغه سيالغه، ولاد حمادي، ولاد حمادي الطرش، الطرش ولاد فنان، فنان الحوازم، الحوازم البراك سلم عادنا، البراك سلم عادنا، هادو كلهم، هادو هما، هادو هما اللي مرسمين. بعد نذكروا هادو نذكروا السماعله. هي السماعله هي الجمع ديال السماعله ديال الدواور. وكاينين تا بني سمير، بني سمير تما بوحدهم كاينين، ولكن تيشاركوا معنا هنا. تما يجيو تما شكون القبيل اللي كيجيو كاع اللي تيجيو بني زمور شانعين، كيجيو هنا شانعين، تيجيو بني زمور كل شيء. الناس ديال تهادلا تما يجيو؟ هادوك على بغا يشاركوا، ما هي بني زمور تجي رسميه ديما. لا مرة مرة يجي. لا بغى يجيو يجيو، ما بغاوش ما يسالم حد. وهادو ديال بني عمير تا هما يجيو. تا هما تيشاركوا شي صربة ولا جوج. لا لا بغاو. الشريف كنسمعوا دابا الموسم ديال مولاي عبد الله. وكنسمعوا الموسم، انا نقول لي كبير هذا الموسم ديالكم ولا ديال مولاي عبد الله؟ ايوا هذا عندنا حنايا تنقولوا حنا على الضمير ديالنا كبير. ايوا الضمير ديالنا تنقولوا. الصربات اللي كيكونوا شحال من صربة تكون هنا في هذا الموسم؟ ايوا من غير ديال بني زمور عادي، حنا راه ديال 60 صربة. 60 صربة. وما يزيد عليها.
هي بالقلقه تكون واحد 100 تربه كاينين. ايوا راه عد عليها 190 تكون هنايا ولا 80 بعدا بالعياق الى جات كاع الناس راه اول على 100 اول على 90 كان العطاب وما جاتش الناس كلها ولا شدهم شغل تتكون ناقصه هذيك ال 10 هذيك 8 هذيك 12. ملي كتفيقوا في الصباح اول حاجه كديروا للخيل شنو؟ اش كنديروا لهم؟ دابا الخيل بعد تنوضوا من هنايا تنعطوهم الماكله ديالهم وتتعقوا من الناس وتهلا فيهم الناس يكونوا مزيانين والناس كيف يلحق وقت المركوب تينوضوا الناس يشرجوا الخيول ديالهم ويلبسوا مزيان والناس يا سيدي تتوكل على الله وتتشل المحرق ديالها. الوليد كنسمعوا بعض كاينين شي قبايل كيعطيو العود اللوز. واللوز عندنا حنايا والشعير تنعطوهم الشعير مزيان صافي ويعلف العود مزيان الشعير وراه العود ما يجري لا في الشعير. عام الشعير عام الشعير واش غادي يعطيه الدرا وداك الشيء لا واخا يعطيه لا الشعير هو العود. الشعير هو العود هو العود الشعير هو اهي الشعير هو العود يولي به مزيان ويجري به مزيان. اش من دابا الشربات الثاني مقابل هنا؟ الشربات ديال الجوهري. الشربات ديال الجوهري؟ اي مقدم. شحال هذه نتاع عمار؟ شي 4 سنين هذه. ها؟ 4 سنين هذه. كنسمعوا واحد كيقولوا عمار شوارج. كيفاش هذيك عمار شوارج؟ انت عمار مكاحل اش لازم؟ عمار مكاحل. شفتوش المكاحل؟ ايوا شنو؟ عمار شوارج هو كذاب. ها الكلام. شحال هذه نتاع عمار شريف؟ 4 سنين. 4 سنين؟ ها؟ يجي دابا اللي بغيت انا نعود عمار اش ندير؟ اش بغيت ديري؟ تتعرفي؟ ها؟ تتعرفي تتعمر؟ وقلت زعما نعمرتها. ما تعرفيش. واخا نعمر عدا. عاد عمري تفرقعهم كاملين. نعمر نفرقعهم كاملين. دابا بعد كتبغي تعمر المكحله. ايه. هاكا جابوها لك خاويه. اش دير؟ دير عبار في يدك كيما هكا وتسوس فيها. بحال الحفنه. ايه. بحال الحفنه. علاش الحفنه؟ وشني؟ قياسه. اللقمه. هلا غتلقم. اش لحقنا اللقمه؟ تمام. وين اللقمه؟ تمام كفايه. ايوا واش نعرفوا دروك. غير هالقياس بحال ما هكا. هي النيت هي النيت. قلنا قد اللقمه ديال البارود أيه. هي كتعمر بها المكحله زيت كتخويها تخويها هذا المكحله وجبد السفود هذاك السفود اللي تقول مدك اصاحبي تمام مدك ولا سفود؟ لا مدك مدك زيت صافي تبقى دك 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 حيد هذيك جيب اخرى عمرتها هي دك تتكمل المكحله صافي صافي ولا كثرتي لهم لا هو لا عاود لا هو القاشوش مشى القاشوش مشى مشى قافي القاشوش اللي ما عمرتوش ما عمرك طراتك شي مانيره في هادشي باش اخو سافرنا الله سيطرك سيدي ربي كتقول بسم الله عاد تبدا بسم الله وتدعوا معنا الناس حنا مسلمين ونعمروا كلشي سالم الحمد لله الله يخليك ديما سالم اصاحبي الحمد لله والله ما بغيتك تعود سميتك سالم كاع لا افتح لي جوار افتح لي مزين التبوريده مع الموسم مزين التبوريده مع الموسم او مزين المهرجانات مع الموسم مزين المهرجانات مع الموسم ولي بلي بالعود سيدي كاع ما يندم ولي بلي بالعود كاع ما يندم مول العود ركبت بوه مول العود ركبت بوه في السلالة كان مقدم في السلالة كان مقدم مول العود بلي بنزاها مول العود مبلي بنزاها والكرام وذبيحة الغلم والكرام وذبيحة الغلم فراجة في العود تحيا النور فراجة في العود تحيي النور وتصفي الدم وتصفي الدم مول العود بالقفطان مع صحابه محزم مول العود بالقفطان مع صحابه محزم الجلابية والسلهام وش يدير بالكم الجلابية والسلهام وش يدير بالكم النخوة والرزة يا سيدي والعود دهم النخوة والرزة يا سيدي والعود دهم الخنجر والكمية في الركبة مسلم الخنجر والكمية في الركبة مسلم أجمع الخوت المقدم أجمع الخوت المقدم هو اللي كيحكم هو اللي يحكم مزين التبوريدة مع المواسم مزين التبوريدة مع المواسم والمخاصمي في الخوت والمخاصمي في الخوت هنا الجواد فين يصالحوهم هنا الجواد فين يصالحوهم ياك المقدم يذكر الله ويعلمهم ياك المقدم يذكر الله ويعلمهم ويخرجوا البارود في السماء دايز مغمم والبارود يخرج في السماء دايز مغمم الناقوس والمكحلة الناقوس المكحلة بالنقرة كيلو شام بالنقرة كيلو شام هل فات عشية مع الشعب تزقلم هذه اللي قلتي درك هل فات عشية مع هي هل هي اللي عقلت عليها هي ما عقلت عليها النقرة كيلو شام النقرة كيلو شام هل فات عشية مع الشعب تزقلم هل فات مع العشية مع الشعب تزقلم ولي دار الفالطة في تخريجين زون مقدم واللي دار الفرطه في التخريجين زون مقدم يبهدلوا المقدم سروا على التبهديل زيد العود مشهور في الكورس يبغيه لكاع العالم العود مشهور في الكورس ويبغيه كاع العالم العود مشهور في الكورس ويبغيه كاع العالم يركبوا العود في الطياره معزوز يركبوا في الطياره معزوز وعزو كيتباع للجرام
وعزوك يتبع الجرام. الجوكي ربح جائزة ذهبية بقصر السلام. الجوكي ربح جائزة ذهبية في قصر السلام. الجوكي ربح جائزة ذهبية في قصر السلام. هذيك في السلام. ها زي والعود هو مولاه. والعود هو مولاه قدام الحباب يصبقوا عسيادي ناس حكام. العود الدهم سناحو كبريتي مزينو العظم زيد. والعود الزرق سناحو ذهبي وكدد في الجام زيد. والقمري ديما كيجري وزيد القدام زيد. اول برقي غير كفوق وخويا مزينو بحزام. وحجر الواد عالي بسبيب وعجبني هاد العام. عجبني هاد العام. ونوار الفوسناح ووردي وكيضوي في الظلام زيد. مول الخلخال غير كسبو قالوا سيادي كسبتو تعمر الخيام. وبو شمامه هو مولاه في النوضه كي الحمام. هو مولاه كيف في النوضه كي الحمام. والعود الابيض مولاه باردي داير معاه البال. والعود الاصفر مقلش ودني تصنت البارود والعلام. ياك ود الرمود مسكون يجذب اللور والقدام. والحيك والسيف راه من الطورات القدام. والفارس في التاريخ بيت نصر الاسلام. السيف المنزول على اهلي ونصلي على سيدنا محمد زين المقام فرحة بوجوه الحباب. شريف دورجيت الحمار قول على حمار الحمار الرعواني. حمار الرعواني ما عمر قال عليه شي حد شي حد ابدا. شريف اش من جهه هذه؟ فاسا. هذه فاسا. هذا كاميوك ديال الفاسا. كاميوك. شحال كتجيبوا درك ديال الفاسا؟ 150 160 150 بلا 160 بلا 160 دابا الفاسا ديال هنايا احسن من ديال القيم صالح ولا عندك؟ لا ديال القيم صالح هي اللي احسن. هي النمير واحد. هي النمير واحد. هذه علاش دابا تطلق ال 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 الالف 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 ديال العيد البقر كلشي. البقر غلم كل شيء دابا هذه مزيانه راه احسن. خيل كل شيء كل شيء كياكلها كل شيء ياكلها. الفاصه هي النمير واحد. هي النمير واحد. اللي في قيمتها ماشي في المغرب كامل. واللي وزع يوزع من الغلمي واللي وزع من البقري يوزع من الضلع. نعم سيدي هذه معروفه. هذه معروفه. نرجعوا للتمن. نعم. وإلا قلتي لي التمن إلا كان العام ناقص كيكون جيد. كيكون مليح. وإلا كان العام مليح ما كينفعش الكسيبه. تيكون محيد منه الجهد. عافد ضدكش. تيكون غليظ ما تيكونش مرضي. نعم سيدي. مرضي. تيكون من مرضي. تيكون مرضي في العام اللي يكون ناقص. وكيكون ما مرضيش في العام اللي تيكون اللي يكون فيه الصيف التمن راه ما ينفعناش في هذاك السنين. إلا كان شوية العام ناقص يكون تمن جيد. يكون تمن زوين داكشي اللي كان. ما عام شقلب. ما كاين تمن. ما كاين تمن. دور جيت فاسة. دور جيت فاسة. فاسة وشي. إلا نقصت الفاسة فين ندور؟ كاين الله. خير موجود الحمد لله. فين نمشي وجه الدرك؟ حمدنا ربي وشكرناه. اسمي بريك. سمك بريك. بن رحان. بن مبارك. من قلعة السراغنة. السكن في سوق سمت ولاد النمنة. وين جابك هنا البجعد؟ جابني هنا الجعيدان. جابني كندير هاد العمليه ديال الشواء وكنشوي لعباد الله والتخامات والكرامات والحمد لله ونشكروا على فضل الله. كاينين الحباب جايين من وجده من طنجه من تطوان من العريش من كل بلاصه جايين لهاد الموسم ديال البجعد. هادو دابا اللي درتي بيير هنا ولا شنو؟ هادو كوار تدخل فيهم النار وتشوف فيهم الحواله وناكلوا وياكلوا منهم الناس وكرامات الله تعالى. الواليده شنو هي كوار؟ هذا نديروا فيهم الشواء. شوا ونشوي فيهم البهايم الحواله. شحال واحد درك دابا؟ دايرين خمسه. دابا الموسم كله فيه خمسه؟ لا فيه سبعه. فيه عندي انا خمسه وعند اخرين خمسه. هي عشره. هي عشره. وهاد العشره تيهزوا تقريبا 130 بهيمه 140 كتشوا فيهم. ايه في خطره في خطره واحده. هو ايه وكيدير لهم ما كاين ما عدا تبك وزلق وحط في القور. تبك وزلق وحط في القور. وحط في القور. ايه شحال السقيطه شحال تكون زايدين؟ السقيطه كاينه اللي كدير 12 كاينه اللي دير 14 كاينه تا مولات 20. كان مولات 20 كيلو. اي مولات 20 كيلو. هاد الجديد دابا اللي جابوا لك. هذا غدبحي. هذاك راه ذبحوه. ذبحوه كاع. دوك غادي يبدا السلاخه. غادي يبدا السلاخه. يبدا السلاخ. ينسخوا ان شاء الله. وهاد الحواله دابا اللي معاكين سايرين يشفوا. هادو دايرين سايرين يشفوا عقدناهم ركبناهم في الحمامر باش الصباح ان شاء الله الثمانيه ولا التسعود ونصلحهم في الفران يطيبوا مع الوحده يكونوا طايبين للناس ياكلوهم. كل سقيطه في حمار. كل سقيطه في حماره. حمار. والحمار ما تشعلش فيه لا ما تشعل فيه لا نار لا والو. علاش؟ تيهود الماء من السقيطه لعند الحمار في العافيه ويبقى داك الشيء الريقل. رحمه الله. رحمه الله. شحال الوليد توا دابا في الحرفه؟ هاد الحرفه فيها نقول لك ما يزيد على 35 عام ل 40. 40 عام. اي انا راه عندي 72 سنه. الوليد دابا واش الناس هذيك الساعه اللي كانوا كرامه ولا تلدرك؟ والكرامه كانوا من زمان. من زمان. من زمان والدينا كرامه وصلنا الناس الكرامه وبقات القضيه غاديه في الكرام حتى تلقاو الله. ولكن الوالد دابا واش الغلم قلت ولا الغلم موجود الخير موجود ما خاص حتى حاجه.
كل شيء موجود. لا ولكن مع ديك الساعة الناس القدام نعم كانوا جواد أكثر من هادو ولا لا داد جودة ولا الدركانية من الموجود عدى الناس عدى الموجود بزاف وما كان بكري أيه كان بكري كانوا كيبقوا شادين الغلم تتيلوحوا على الكلاب ما كانوش ياكلوها بزاف فيهم صيد وما دروك راه ما كاين حتى كي على العيان في الموسم كيجيب 8 دبهايم 10 12 11 الوالي هنا انني ياكلوا الماعز ولا الغنم ياكلوا الماعز ياكلوا الغنم ياكلوا البقري ما كاين عطخن شنو هو هذا اللي حنحن دروك عاود هذا عاود ايه العود البرقي العود البرقي الاخ قال لي خير من ولدي خير من ولدي الفم الوالد لقاو فيها ما كاين باس وخلفهم تهريك باغ خويك شد وخلفهم تهريك باغ خويك شد ميزان شحال في عمرك الوالد عندي 72 سنه شحال غتكون متبحتي من الفقيطه درك من نهار خلقت من نهار خلقت تكون واحد 20000 ولا اكثر 20000 ولا اكثر السيمانه الجايه تكمل الغلم ديال المغرب لا المغلم ما قدرت الله ما تكملش والو حاجاكم وكرام الله لكم الكلبه كتولد سبعه بالوجبه النجا كتولدها واحد ونزل فيها الله البركه لان وافيه بركه النجا عيب رضي الله تعالى عنه هاي مني كتبغي تذبح الوليد السقيطه اش تقول؟ تنقول بسم الله الله اكبر اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم صافي ودوك صافي وذبح والذبيحه ديال المعقول والسليخه اش تقول ثاني؟ السليخه صافي بسم الله صافي غادي شكون دابا القبيل مع من خدام هذا الوليد؟ هذا السيد هو الشيف ديالنا خدام مع القبائل ديال السماعله والناس تبجعت الناس خريبقه وكاع المنطقه اللي هي دايره بالموسم ديال الولي صالح بوعبيد الشرقي. الوليد ما عمرك شي نهار صاير تشوف في الغلم ايه عاد تجي واحد قال لك الله يرضي عليك هذا السيوي عندك شويه تنعقب واحد ولا بهيمه ولا جنب لا لا بنادم لا بنادم لا 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 بنادم لا بنادم ما نقدو نشويو لا كاين اللي يشوي بنادم الا الله صافي تستك سير الضحكس كذلك يا صاحبي ما عمرك شي بنادم سير تشوف كروه هاد الكوار باش يتصاوب الولد بالتراب والحجر تراب والحجر وين شتم دايرين زينين بحال مصابون فنان لا دايما دابا هذاك الشيء راه خدمت الفن زاد المعلم اللي كيصاوب هذوك الفرار تيقولوا لي المعلم وذاك اللي صاوب الطياره اش نقولوا لي؟ تا هو معلم ايوا راه المعلم هذاك الشيء يمكن المعلم يصاوب الكوار كان يصاوب الطياره قال لي صاوب الطياره يصاوب تا الكوار واللي صاوب الكوار يصاوب تا الطياره السلام عليكم والله يطيرك الوالد امين يا رب امين هنا البني عمير الله يحفظك بيتك الوليد تمشي في الطياره للحج ان شاء الله نمشي نطلب الله تعالى نعاودوها مرات مشيت ليها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يسر لك وحده اخرى امين يا رب العالمين قلت الوليد اش يدير الحجر هو الاول ولا الحجر كان بنيو الحجر هو الاول فيك ما العمان نخلي تندوروه بحال هكذا بحال نضروه عاد ولي قور تنجيبوا لي هيني نجيبوا لي البغلين نبداو نخبطوا فيه من برا بحال تضربوا في المرقه ولا بغيت تصوري خصك تقادي تشوفي من الداخل كي داير بحال الحمام اي بلا ماشي الحمام بوحدو هذا راه على الحجر اللي كاين الحجر نايض الحجر والحجر واش هو حجر صافي ديال الطياب ولا حجر عادي وصافي فيه بريك فيه بور هذاك بورمينات برنيات ديال السيما فيه كيما كان الحال داكشي زين جاي داكشي مريم كلشي مخرج منين دابا الوليد السقيطه اللي كتخرج مزيانه ديال واش ديال الغنم وديال المعز لا الغنم اللي كيخرج مليح الغنم ما تخرج رطبه ومليحه وطيبه ورايبه رايبه مليح رايبه المعز وفيه الفايده كون غطي راسو راه ما تيدير والو المعز راه ماشي مليح ما هوش ديال لا هو قالوا السكر صافي حيد السكر السيود عبد الهادي دابا من الربيع اللي معروفه هنا دابا نعم الناس القدام واللي كاينين يضربوا القدام اللي هما فاش في الرماق فرما كان فرما ديال الغنى ماهيش ديال الصيدة واش ديال الغنى؟ ديال الغنى ديال الشيخات اخويا القدام ناس القدام حلينا عينينا انا حليت عيني على العربي ولد عبد الملك زيد وحليت عيني على واحد كانوا يقولوا له بوجمعة وحليت عيني هذه في ابن خيران والسماعلة وحليت عيني واحد كانوا تقولوا له ولد موكان ما عقلتش عليه تنسمع به وحليت عيني اللي هما قدام هنا احمد ولد زروان البرشوي وحليت عيني يا سيدي ما حليتيش عينك في دربوحة لا والو قديمة عليا بزاف
سي زين الدين دابا كنسمعوا التعرقيبه. اي نعم. شنو هي التعرقيبه؟ التعرقيبه سي كانوا تيتلموا السماعله. كيتجمعوا. اي تنجمعوا. كانوا تيتجمعوا شي سماعله اللي هي اللور. فين؟ في القصبه. القصبه ديال الطرش. كيتجمعوا القصبه تماك في الطرش. كيتجمعوا. اه. سماعله شحال تاع الادمي؟ بزاف تبارك الله. خير الله يا دمي. بزاف اصاحبي. زيد. بزاف خير تبارك الله. زيد. تنتمو هنا في تجرفت. تجرفت. اي تنسبوا فيها الحوازم. تنديروا البلاكه ديال القيشر داخله. لا لا هنا في الدخله هنا هذه في تجرفت هذه في طريق بجعد. زيد. تماك. تنتمو تم. تتركب خيل ورجليه. كيفاش خيل ورجليه؟ تيجي بنادم على رجليه. وشي جاي على وشي جاي على الخيل. الطوموبيلات تيتحبسوا ما بقاش الطريق دوز. شنو وقت هادشي في البداية ديال الموسم؟ هادي يا سيدي قول من في البداية ديال الموسم. هادي داز درك البارح. لا مازالت هادي تنطي حجاجن. التعرقيبة تنسمو عليها هنا. شنو هي التعرقيبة؟ التعرقيبة تاور. 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 كيتذبح. تيتذبح. زيد. سماعلة كاملين. كيتجمعوا سماعلة كاملين. سماعلة كاملين تنديروا كيطراف في المطلق. زيد. المطلق هو المحرك في غي. اه تيديروا تماك ويوقف التاور تم والقيطون تم. واش المحرك في المحرك في غاية تباوردوا الناس. اي فين تيتباوردوا الناس تما كيجي التاور يتحط تماك تيتحط القيطون وتيتحط التاور. التاور زين. تتلم القبايل. القبايل كاملة. اي سماعلة وبني سمير كلشي 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 كاع الادمي اللي نزل الموسم كاع اللي تجا الموسم كيتفرج تعرقيبة وحدة وكلشي تيتفرج تعرقيبة زين. اللي ما معرقب تيتفرج. شكون اللي يذبح؟ يذبحوا لا سي محمد شرقي هما اللي كيذبحوا. هما تيذبحوا تندخلوا حنا تيذبح التاور تفرقوا عليهم ديك الصدقه ديك الامانه اللي مليمه القبيل ديال الفلوس ولا داكشي تنزكروهم وندعوا ونديروا جدبه تما خرج بحال هكا كتجدبوا صافي تنجدبوا الوالد دابا عدم ديور هادشي حيت نتوما خدام ديال سيدي محمد شرقي بحال جايبين لي الذبيحه. اي بحال جايبين له الذبيحه الهديه تسمى الهديه هديه والذبيحه وبحال بحال من القديم وياك من القديم هذه من البداد الجدد من البداد الجدد من القديم العصير من القديم العصير تاريخية عادية ما عداش الحد هذا ما كان شنو هذا اللي حنحن درك؟ هذا عود هذا هذا عود ديالك؟ لا ديال الله تبارك شوف حنحن لمنا ما هوش ديالك انت؟ لا ها؟ لا بعد كتركب انت كتبدل كتغير الى بدا تتزيد النفس وتتولي قوقة من عضله تتولي بالك مع الكحلة ومع العود ومع الرجالة ومع الاحباب وبعد كي زغرتوا العيالات زادت فيك نقدر اكثر كاع تنولي اكثر من الوطاق صحنيت كتبغي تبدا تعلى يوم انت تبغي تشجع الراس كل خوك شنو بغيت تشجع هذاك كتفرح يزغرتوا لهذاك ويزغرتوا الاخرين ويزغرتوا الاخرين تيولي داك الشيء الناس كتفرح اشري اي الله يهون جا الناس هنا الحمد لله تفرحوا تنشاطوا تضحكوا تلعبوا سي زين الدين قلت لي الذبيحه كي كدوز اه كاك بالبديه ديالها هنا القايطون تيطيحوا غادي تنجذبوا غادي الناس تجذب زيد شي غادي تياكل في الطور شي غادي تعض فيه شي غادي تندب هناك وشي غادي تترطى شي غادي تلحقوا سيد محمد شرقي تيتفرسوا ذاك الطور تيتفرس تيتفرس شي قطع هذا عطيه جوج كيلو تيتفرس تيتفرس كاين الله تبارك وتعالى واحد التاريخ ناض بوحبيت الشرقي بدا يصب بالماء الوالي الدخل مع ديك الجدبه وهذاك الشيء وهذيك كسر بحكاك اعطانا الله تبارك وتعالى القبه صبت بالشتق بالماء. شنو وقت هادشي؟ نقول لك اخويا سير الخمسينات و 56 و 54 من القديمات من القديمات نعاودك القديم منين جاي قالت تعرقيبه وهي جاي قالت تتجادب الناس كاين اللي لا يحويجو كاين اللي جاي تياكل في الطور بحال هكاك تيفرس فيه. حي. ايه لا شفنا واحد لابس قميجه حمراء الله يخلفو. الا تقبض بشق ما تقبضش بشق ما تبقاش الناس حاسين لا بالعافيه ولا بالدم ولا داك الشيء لا والو. وفي تغير صافي تتقطارق تتفرد ديك الطور عاد تتفش الناس. قلت لي اش قال هذاك السيد المحجوب على القبائل؟ السيد المحجوب دار القبائل كامله وتساراها وتيبات عندهم كل ليله كيبات في قبيله. اش يقول؟ ايوا نخل تكمل دو القبائل دار عليهم وقال سمعله خيط حرير بدا بسمعله قال لهم سمعله خيط حرير وبني خيران كبالتو سمعله خيط حرير وبني خيران كبالتو سمعله تا هما في قبل دارهم تا هما دوار بدوار تا مش حطم تا هما دوار بدوار عرف الدوار الجيعان وعرف الدوار الشبعان زين قال له السي الغاس اخوه ورخوه السي الغاس اخوه ورخوه وكرام جوده موجوده زين في مجوده مجد راسك مجد ايه العشاش قليف ولاد ديكو قيد البراكسة معاكسة واللي يسرح امي يمشي بلاكسة الطرش حجرة العبار كيفاش طرش حجرة العبار
دابا قلتي كانوا تقالوا تيوزنوا الهضره وما تيخرج الهضره الا في بلاصتها تيفليها تيفليها ما تيقادش ويهضر تيقولها يقولها بلاصتها خرج عندهم الحجر دابا تيتباع ولا الحجر تيتباع الكيلو عندهم حجره العبار ولا الحجر تيتباع وقلت تيدار دابا في داك الشيء ديال الرخام عندهم السماله في طريق الرباط خطاطبه تيتسماو خطاطبه قلت لي اش قال بو عبيد على على السماله وعلى قال لهم السماله اللي هرستوها انتوما ما يجبر احد واللي هرست انا تجبروها انتوما وقلت لي اش قالت انا على بني زمور بني زمور قال لك بو عبيد الشرقي قال لهم السماله بيعي وشرايا السماله بيعي وشرايا بيعي وشرايا تيجيو يخسروا الفلوس ديال المواسم هنا وتيخلوا الفلوس تيبيعوا وشري وتعطوا لولادو كل شيء قال لهم السماله بيعي وشرايا الشاويه فراشي وغطايا كيفاش قلت لي واحد الخطره؟ واحد الخطره مشينا للسبيط ديال العكاز زيد تهوات معنا واحد الخيتنا من هنايا قالت لي ناس سيروا نزلوا بالعكاز غادي تصيبوا مالين الخدمه ايوا هذيك الساعه راكم غادي نخدموا تهوينا معها سيدي مشينا بالكار لحقنا نصيبوا السوق عامر مشينا ضربناه الكيلو ونص ديال اللحم شويناه شويه جا السيد لعندنا قال لنا انتوما قاعدين هنا والغدا راه كنسينوا فيكم قلنا له كون معنا هاد البركه ونزيدوا ايوا مشينا سيدي على اذا من الله لحقنا نصيب واحد الخينا من بني خلف قاعدين تنضحكوا مدورين الهضره جابوا لنا الغدا تغدينا قال لنا هذاك اللي من بني خلف نوضوا نوضوا قرقبوا قرقبوا جبدنا 400 ريال حنا شتيها ورينا الفلوس وغبيهم المراقبه او فتنا حنا المراقبه ليه احد اخويا كماصينا واحد الواحد يزلك واحد الجنويه قدك في يد مسطره ومسطرة كبار هو ها هو يجي احنا شادين الطر عاد 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 تقالوا لنا جاكم 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 وبنادم يتزعوط فين داز ما داز الا من نعل الغيار قالوا قلت البوك سكت شكون قلت البوك سكت حاط له هاب الغيار تيقول له في كرشو وينه راه شرا والله لا حط لي الجنوي في كرشو شنق عليه شنقه وحده قال له حاط تنقول البوك سكت انا كرمت صاحبي الطفل وضربتها بتوخيرة وبعد تشوفها كيقول موكل ياه بدي نشوف السيدة اش تيجرى له هذا شوفي بيراه بينا هو احمر
محنيه ولا ابيض لقطه لقطه واحده عاجة واحد الواحد عمو شد له يدو واخا تقضب هذاك عمو يسلك الجنويه في يدو حدين هذاك مشى ولد هذاك الخلفي هذاك اللي احنا عنده خال هذاك الدري ولد الخلفي اللي قلت لك صرنا تما عاسق قد عاهق وهذاك مشى الحق لا الحوايج وطلع عريان عبد السروال قال لهم والو تخرجوا لي والغوتين احنا سبابتنا تلفنا عليهم ما تليناش تندور نتسلو بقينا خير الحال بقينا نحجزو تحجزنا هذوك شدينا الرويلات حنا وتسلينا عقب كداو لنا موالين الدبيحة عند السوق يلاه سيدي عقبوا معنا قلنا لما نعقبوا معاكم وخات احنا الله ما دينا واحد مقرع نعقبوا معاكم تابع اخويا يبقى في ذاك الهضره تاع انا بقى عبيده تهر الموت وتين عبيده تهر تجيد بينا ولا تخلب على صباطو بين كاين ها يا اللي قالوا شو اللي تدخل شنو الغنيه اللي جات معاكم هذيك الساعه الموت 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 هادشي ماشي عندي عمر الشهاده ما داز على باله قبل لي راه سبعو تيقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله او تعيط عليا او محمد امين كم محمد زعما نطفر ونهار بغيت عنبك وات باش بغيت عنبك الخا ولا حط بالو ولا حط بالو هرب كيفاش لا حط جات بالو هرب ها العار داك منك ليه دبر الدويه والغيط في صدر ودينا الغيط الله يلاه نبقى عاقل على مين كاين هكا ما بقيتيش عاقل على غيط ما بقيت انا شاد قالك شد لينا لا بغا يمشي يرسل قلت له مشيت انا قالوا يشدنا هذه الاغنيه ديال سير سير لا بغا يمشي يرسل قلت له مشيت انا قبيله ما في راسك مش تومك والله العظيم لا قلت لهم انا واش مشيت ما ديت واش فيا هما راك مشيت انا بهاك الجنويه كانت واحد الدوزيه ما عندي قلت لهم شهدوا لا انا بعد السي المولودي ذا الناصري دابا انت الغياط نعم بعد السيد حط عليك جنوي ايه ايه صافي اخويا انا اللي غيبت يا صاحبي عيني خرجوا ها عيني خرجوا واش من دوار طرافيتش السبت تاع العكاز السبت ديال العكاز السبت تاع العكاز وانتم اش قربوكم من بلاصه ديال العكاز يا مشينا نترزقوا الله احنا هذوما خواطرنا ها مشينا نترزقوا الله السبت ديال العكاز عمرك لو وصلتي اي ما بقاش نمشي له دوك واخا يعطيني 200 لا لا ما لا 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 ما واحد الوحده اخويا مخرجه شي شي نوادر من هنا احمر اخويا كاين المعيز ديال المخازنيه واقفين هي تبع لها حج الجوج قالت لهم مالي يا لاله مالي انا تقول تقعدك مع السيد وتعطيه بوت ضرباته بوت بوت او المولد يديرها تحت منه بوت اش دير تحت منه الغيطه الغيطه الواب هذا هي قريبه جاتك سير هذا طابقو وش تسمدي وطابق فيه او هاي انت تقول يا لا لا مالي احنا دافنين هاي نعرف جدك وش دافن يعلمك الغنق ها شدوا واحد الوحده جايه تدرج على اربعه اخويا جوج عكاكز ها شدوا يا تلحق نهرس البوه قرني على والدي نوري هاد الغنى ديال القنيز نوري لا احنا هذا عرس لا عديد لا تتعدي علينا ادخلي في راسك لا لا ومالي لا لا ومالي لا لا ومالي لا لا سير الوليد ها الخرج تحتي عليه انا قالت له بوك هذا غنى ولا تتلالي علينا نعجل جدك وش قلت لبوك ها قرب اقرب اقرب وشنو الغنى الزين كتقول الناس يزهروكم اش تقول؟ اه الغنى كاين الغنى ويجبدوا يجبدوا يبداوا يعلقوا لكم كاع غنانا حنا حيت مزنط لا قرايه لا يديك لا يخليك كامل تعلقونا فيك ما كيعلقوكم كل شيء فيها يعلقوكم انتوما واخا واه يعنقونا حنا وما على التعليقه ديال الغيط الحاجه اللي ما بغاتش تنسى لك في هذه الحرفه الغياط الحاجه اللي ما بغاتش تنسى لك في هذه الحرفه هي هذه ديال هي ديال الجنويه ترقد اخويا تنفكرها في الليل اللي سيطير النعاس من عين نقول انا معك الله نشرح سير اعطيني ساعه الى هنا ناتي الى نهايه حلقه اليوم من حلقات برنامج ريحه الدوار فكره واعداد محمد عاطر الاخراج الاذاعي محمد عادل نلقاكم ان شاء الله السبت القادم نفس التوقيت نفس المكان الى اللقاء